انور مين هاي؟ يا ابني ايه تندعي؟ حرام عليك زي القرآن. لا ما تستاهل منه كده. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. ايه بسرعة، ايه ده تموره؟ ده انا بحبه قوي، كان في العالمين لسه يوم الجمعة. انا خنتك امبارح وقلبي مش مسامح، في ايه؟ هو النهارده يوم الخيانة العالمي ولا ايه؟ عاوزين نبدأ ونسأل اهم سؤال، اسباب الخيانة عند الرجالة. اول نوع راجل عينه زايغ، وده طبع فيه ما بيتغيرش مهما عملتي، هو كده كده بيبص حتى لو ما عملك الجمال، عايز يتجوز كل الستات، مش عايز ست تعدي من تحت ايده. يلا ربنا يهدي، ما بحبش اتكلم عن حد. تاني نوع راجل عنده مراهقة متأخرة، بعد سن الـ40 الراجل بيبقى فرحان بنفسه وبيفضل يقول يا ليت الشباب يعودوا يوما. يا اخويا بص لعيالك اللي بقوا مطوله، ويبدا يقف قدام المرايه كتير ويسبسب لي في شعره ويحط جل بتاع العيال، ويخرج كتير ويقعد يسمع اغاني شبابيه ويعكس في البنات في الراحه والجاي، وكل شويه بقى يقعد يقول لمراته ايه انا هتجوز وحاجات كتير من دي. تالت نوع بيهرب من المسؤوليه، وده بقى كل يوم مع واحده شكل علشان يهرب من مسؤوليه البيت، ويهرب طبعا من كلمه هات وعاوزين. فيهرب ازاي؟ يطلع يصاحب بره ويشقط ويصرف بره حلو قوي، ويصعب عليه يدفع جنيه في البيت لانه ما بيتحملش المسؤوليه وهربان منها. نيجي بقى هنا لاهم سؤال، هو انا مقصره معاه في حاجه علشان يخوني؟ تعالي بقى اما اقول لك حاجتين. اول حاجه، في ستات بتقصر وانا عارفه وانت عارفه، ويبقى ساعتها الراجل عنده حق، بس هقول لك انصحها مره واتنين وتلاته وما تتسرعش انك تخونها. طيب لو ما اتغيرتش قول لها انك هتتجوز وده شرع ربنا وحلال، حبت تكمل معاك تكمل، حبت تنفصل براحتها. تاني حاجه، ست مش مقصره وايده صوابعها العشره شمع، بس بقى في راجل في طبعه الخيانه، ودول اللي انا بتكلم عنهم. نيجي بقى هنا ازاي الست تحافظ على بيتها، وهنا برضو في نوعين. في ست مش بتقدر تتحمل انها تكمل وتسكت، ساعتها هنا هي بتطلب الانفصال وده حقها، انا مش هضغط عليها واقول لها تحملي حاجه انت مش قادره تتحمليها وتعيشي في ضغط نفسي. وخلي بالكم في حالات بيبقى الطلاق فيها راحه للطرفين، وفي بقى ستات بتستحمل وتكمل علشان ولادها وعلشان يعيني ملهاش مكان تاني تروحه ولا تعيش فيه ولا دخل ثابت داخل لها. الست دي بقى بتستحمل وتصبر على اساس انه بيلف يلف ويرجع لها اخر اليوم، ما هي ملهاش حل وقللت الحيل وهي ايام بتعيشها والسلام. نيجي بقى لثقه الست في نفسها، عايزه اقول لكم بقى حاجه للستات اللي مش مقصره مع جوازتها خالص، اوعي ثقتك في نفسك تهتز او تقل، لان انت ما عليكيش غلط ولا لوم، ده هو اللي ما عندوش ثقه في نفسه وبيلف يدور عليها في كل ست بيعرفها. وعلى فكره هيدور عليها ومش هيلاقيها ولا هيلاقيها، لان اللي ملوش خير في بيته ملوش خير في حد. عايزه اقول لكل ست اتعرضت للخيانه وصابره وساكته وبتحافظ على بيتها علشان ولادها، ده مش ضعف منك ولا قله حيله ولا قله كرامه، ده ابتلاء من ربنا وانت هتؤجري عليه، وارفعي راسك لفوق وما تخافيش، ده هو اللي المفروض يخاف. قولوا لي بقى في الكومنتات الستات اللي جوازاتها خاينه المفروض انها تنفصل ولا تكمل.